حق العضلة هذه الحين ضابة زين، هذا ثبات وهذه حركة ماشي، وهذه مطاطية متحركة لهذه العضلة. فعندي ثلاث أنواع الحين، ثابت أوكي اللي هو واحد، هذه ثابت، اثنين ثلاثة. طيب هالثلاثة الثابت متى استخدمه؟ والدفع متى استخدمه؟ وهذه متى استخدمه؟ هذه ني حق رقم ثلاثة اللي هو في الإحماض، بالإحماض. طيب أقدر أستخدم الثابت في الإحماء؟ نعم. زين أي واحدة قبل؟ يعني أنا جيت الحين، هل أنا بسوي إحماء أول شيء أوقفهم وأسوي إحماء ثابتة وبعدين أخلي متحرك، ولا العكس؟ متحرك. أيوة متحرك. فأنا أجي أسوي التدريبات المتحركة لعضلة للعضلة الضامة، آخر شيء أأكد عليها من وضع الثبات على أساس أني أنا أبي أتضمن زيادة، بس هذا تتم قبل تدريبات السرعة غالبا. يعني أنا عندي تدريب سرعة أو تسديد فأأكد على الجزء العلوي بشكل كبير، لكن أنا تدريبي عادي أنا تكفيني المتحركة تكفي، لكن في تدريبات السرعة والتسديد لا، لازم انا اشدد على الاطالات هذه. فعشان كذي